وفي لبنان تستضيف مدينة جونيا الساحلية شمالي بيروت معرضا ترفيهيا يعود بزواره إلى ملايين السنين، ويأخذهم في جولة توضح كيفية حياة الديناصورات المنقرضة، حيث يستعرض المتحف أكثر من 20 مجسما للديناصورات بحجمها الطبيعي. وساهم المعرض بجعل المناظر أكثر واقعية للزوار، بحيث يشعرون بها وكأنهم عاشوا في تلك الفترة عن طريق حركة الديناصورات والمؤثرات الصوتية الموجودة.